بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مكانة الشعر في الجاهلية. إن جزيرة العرب إقليم ثلاثة أرباعه صحراء مجدبة قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحل. وكان النظام السياسي السائد في بلاد العرب قبل الإسلام، إذا استثنينا بعض الممالك الصغيرة في الجنوب والشمال، هو النظام البدائي الذي يقوم على رابطة القرابة، والذي تجتمع الأسر بمقتضاه في عشائر وقبائل. وكانت قلة سبل الاتصال وصعوبتها ترغم أهل البلاد إلى أن يعملوا على الاكتفاء بأنفسهم عن غيرهم، وكانت سببا في نمو روح العزلة فيهم. فالعربي لم يكن يشعر بواجب أو ولاء لأية جماعة أكبر من القبيلة. وكان خمسة أستاس السكان بدوا رحلا يشتغلون بالرعي وينتقلون بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء. وكان العربي يسرع إلى الانتقام لما عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من إهانة أو أذى. وكان يقضي جزءا كبيرا من حياته في الحرب التي تستعر نارها بين القبائل المختلفة. وكان العرب قبل الإسلام أميين محبين للشعر، مولعين بفصاحة اللسان وصحة الكلام والشعر المختلف المعقد الأوزان. وكان فن الشعر من بين الكلام شريفا عند العرب، ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم، وأصلا يرجعون إليه في الكثير من علومهم وحكمهم. وكانت ملكته مستحكمة فيهم، وكان رؤساء العرب منافسين فيه، وكانوا يقيفون بسوق عكاظ لإنشاد وعرض كل واحد منهم ديباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمييز حوله، حتى انتهوا إلى المناغات في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجهم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان الشعر علم القوم ولم يكن لهم علم أصح منه، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم، ولهيت عن الشعر وروايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار، راجعوا رواية الشعر، فلم يؤولوا إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا ذلك. وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره. مما تقدم يتبين لنا أن الشعر العربي في الجاهلية يعتبر من المصادر الهامة لتاريخ العرب وحضارتهم في ذلك العصر، إذ يصور لنا كثيرا من أحوال العرب الاجتماعية والدينية، كما يصور لنا طباعهم وأخلاقهم. به حفظت الأنساب وعرفت المآثر، وفيه ذكر لأيام العرب ووقائعهم، فهو الخزان الأساسي للغة العربية، وهو مرآة تنعكس عليها صورة حياتهم في الحرب والسلم. إنه بحق ديوان العرب. ويقول الجاحظ: أما الشعر فحديث الميلاد صغير السن، أول من نهج سبيله وسهل الطريق إليه امرئ القيس بن حجر ومهلهل بن ربيعة. فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالإسلام 50 و100 عام، وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار 200 عام. والأرجح أن الجاحظ يقصد بكلامه الشعر الراقي والمعلقات ونحوها، وهذا الذي وصل إلينا ليس سوى جزء يسير جدا من الشعر الجاهلي، فقد ضاع أكثره لأنه لم يكن مكتوبا بل اعتمد على الرواية. ولقد كان لهذا الشعر في العصر الجاهلي مكانة عالية، فهو ديوانهم كما ذكرنا، وهو المصور لآمالهم وآلامهم وحياتهم من جميع جوانبها، والمصور لبيئتهم بكثبانها ووديانها وحيواناتها وطيورها. وفيه أودع وقائعهم ومفاخرهم وأحسابهم وأيامهم وذكرياتهم وبطولاتهم، وهو المادة الدسمة لسمرهم وأحاديثهم أثناء استراحاتهم.
يتناقله الأبناء عن الآباء والأجداد وعنهم إلى الأحفاد وهكذا. لذلك كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك ووضعت الأطعمة، واجتمع الناس يلعبون بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس، وكانوا لا يهنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج. فما عساه يكون موقف الشعراء الجاهليين من هذه العصبية القبلية التي استشرى أمرها في عصرهم، إن لم يكن موقف المتحمس لها المناضل في سبيلها. من الطبيعي أن يكون هذا موقفهم منها، إذ هم لسان قبيلتهم الناطق بمحامدها الذائد عن حماها. لذلك تشعر وأنت تقرأ الشعر الجاهلي في أغلب الأحيان أن شخصية الشاعر اندمجت في قبيلته، حتى كأنه لم يشعر لنفسه بوجود خاص، وإنك لتتبين هذا بجلاء في معلقة عمرو بن كلثوم. ثم غدا الشعر سجلا لعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم الجاهلية السائدة فيما بينهم، والتي كان في مقدمتها التفاخر بالأحساب والأنساب والمناصرة على هذا الأساس، ولا يسألون قريبهم إن كان ظالما أو مظلوما، كما قال الشاعر الجاهلي قريط بن أنيف العنبري التميمي: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. وربما بلغ بالشاعر إخلاصه لقومه أن يتهدد الملك إذا هو حاول الإغارة على قبيلته، ويخوفه عواقب عمله بإشادته بقوتها ومنعتها وكثرة عددها. وهذا ما حصل بين عمرو بن كلثوم وبين الحارث بن أبي شمرة الغساني الذي مر بقوم ابن كلثوم ولم يهتموا به، فأخذ يتوعدهم. فما كان من عمرو بن كلثوم إلا الرد على تهديدات الملك بقوله: ألا فاعلم أبيت اللعن أن على عمد سنأتي ما نريد، تعلم أن محملنا ثقيل وأن زناد كبتنا شديد، وأن ليس حي من معد يوازينا إذا لبس الحديد. وكان للشعر في الجاهلية تأثير كبير حتى على الملوك، إذ يرفع من شأن صاحبه فتقبل شفاعته عندهم ويجالسهم ولو كان به مرض. وهذا ما حصل مع الحارث بن حلزة اليشكري الذي كان به مرض البرص، فأمر الملك عمرو بن هند أن يجعل بينه وبينه 7 حجب، فلما تكلم أعجب بمنطقه، فلم يزل عمرو يقول: أدنوه أدنوه، حتى أمر بطرح الستر وأقعده معه قريبا منه لإعجابه بشعره: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه السواء. قيل في الشعر إنه يرفع من قدر الوضيع الجاهل مثل ما يضع من قدر الشريف الكامل، وذلك أن الشعر لجلالته كان يرفع من قدر الخامل إذا مدح به مثل ما يضع من قدر الشريف بهجائه بما ليس فيه. فممن رفعه ما قيل من الشعر بعد الخمول المحلق، وكان فقيرا وعنده بنات، فنصحته زوجته وكانت امرأة عاقلة بأن يسبق الناس ويولم للأعشى القادم من إلى مكة، ولم يكن عندهم إلا لقحة واحدة يعيشون بها، فسبق إليه المحلق وأنزله ونحر له ولرفاقه وقدم إليهم الشراب. فلما أخذت منهم الكأس سأله عن حاله وعياله، فعرف البؤس في كلامه وذكر البنات، فقال الأعشى: كفيت أمرهن. وأصبح بعكاظ ينشد قصيدته: أرقت وما هذا السهاد المؤرق، وما بي من سقم وما بي معشق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق. فما أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه، والأشراف من كل قبيلة يتسابقون إليه جريا يخطبون بناته لمكان شعر الأعشى، فلم تمس منهن واحدة إلا في عصمة رجل أفضل من أبيها 1000 ضعف. أنف الناقة
كانوا يخجلون من هذا الاسم، حتى أن الرجل منهم يسأل ممن هو فيقول من بني قريع، فيتجاوز جعفرا أنف الناقة ابن قريع ابن عوف، إلى أن نزل الحطيئة الشاعر المعروف في ضيافة أحدهم فأكرمه وأحسن إليه، فقال فيه شعرا ومنه: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فصاروا يتطاولون بهذا النسب ويمدون به أصواتهم في جهارة. وذكر الجاحظ قائلا: وبنو ضرار أحد بني ثعلبة بن سعد، لما مات أبوهم وترك الثلاثة الشعراء صبيانا وهم شماخ ومزرد وجزء، أرادت أمهم وهي أم أوس أن تتزوج رجلا يسمى أوسا، وكان أوس هذا شاعرا، فلما رآه بنو ضرار بفناء أمهم للخطبة تناول الشماخ من حبل الدلو ثم مدح وهو يقول: أم أويس نكحت أويسا. وجاء مزرد فتناول الحبل فقال: أعجبها حذارة وكيسا. وجاء جزء فتناول الحبل فقال: أصدق منها لجبة وتيسا. فلما سمع أويس رجز الصبيان بها هرب وتركها. وهكذا نرى أن الشعر كان سببا في هرب أوس، وبذلك خسرت أم أوس العريس. والشعر هو الذي أحط من كرامة الربيع عند النعمان. وهل أهلك عنزة وجرما وعكلا وسلولة وباهلة وغنيا إلا الهجاء؟ وهذه قبائل فيها فضل كثير وبعض النقص، فمحق ذلك الفضل كله هجاء الشعراء. كان الشعر في الجاهلية يرفع الوضعاء ويخفض ذوي الرفعة، وهذا يدل على الدور الخطير الذي كان يلعبه الشعر عند أولئك القوم. وكانت القبائل تحفظ أشعار شعرائها ويرويها أبناؤها إلى الأحفاد والأجيال التالية. والعرب أمة أمية تعتمد على الذاكرة لا على التدوين، والشعر أسهل في الحافظة وأعلق في الذهن، لذلك كانوا يخافون لسان الشاعر ويتحامون هجاءه، وقد بلغ من خوفهم من الهجاء خشية أن يبقى ذكره في الأعقاب ويسب به الأحياء والأموات. ولم تكن وظيفة الشعر عند العرب محصورة بهذه النواحي فحسب، بل إن الشعر كان ديوانهم، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. لذلك يمكننا أن نتعرف إلى البيئة الجاهلية من جميع نواحيها، وذلك من خلال الأدب الجاهلي. وإننا نلاحظ بوضوح تام هيمنة الروح القبلية والتعصب القبلي ومناصرة الأخ منهم ظالما أو مظلوما، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. تلك الحياة القبلية التي تدفع الشاعر إلى التفاخر بأبناء قبيلته والبحث والتنقيب عن مثالب القبيلة المعادية، وكثيرا ما يخترع هو مثالب يوصمها بها وتنتشر في ربوع الجزيرة العربية، وبذلك يحط من كرامة الناس ظلما وبهتانا. ولم يكن التفاخر والهجاء عندهم يقف عند حد، إذ إن الشاعر لا يرعوي عن أي كلام بذيء يقذفه دون أي حرج ودون الوقوف عند حد الحرمات وكرامات النساء، وأن له أن يفكر بذلك، وهو الذي عاش في بيئة دأبها الإغارة على القبائل الأخرى والسلب والنهب وسبي نسائهم وأولادهم، وتتربص بهم القبيلة الأخرى فتفعل ما فعلوا، بل هم إذ لم يجدوا عدوا من غيرهم قاتلوا أنفسهم. ولعل خير ما يمثل ذلك قول القطامي: وكنا إذا أغرنا على قبيل فأعوزهن نهب حيث كان، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. إذن ليس هناك من أمن ولا استقرار، والجميع يعيش في حالة استنفار، فما السبيل للإنقاذ من هذه الحياة الصعبة؟ لقد أدركهم الله بالإسلام، وانتشر الدين الجديد في ربوع الجزيرة العربية، فكيف أصبحت حال الشعراء والشعر في ظل المجتمع الجديد؟ وما هي مكانة الشعراء؟